النهاردة هجيب لكم فيديو جديد ازاي تكسب من الانترنت وتكسب 80 دولار زي ما انا كسبتهم دول كده اجمالي السحب. وهنرفرش اهو زي ما انت شايف. طبعا انا بس معرب الموقع، هو بيبقى انجليزي انا معربه زي ما انت شايف. اجمالي السحب 80 دولار. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة اللي احنا خدنا منها 80 دولار دول. ده موقع اختصار روابط، طبعا هيكون التسجيل بتاعه في اسفل الوصف تحت، تقدر تسجل منه من الرابط الموجود هيحولك على طول على الموقع. اول ما بتخش عملت لك تسجيل خروج، وانا بخش تاني قدامكم. اول ما بتخش هتلاقي الموقع الشكل دوت كده، تمام. هتكتب اسمك اللي هو اسم المستخدم اللي انت هتسجل بيه، وده بريد الكتروني، ده طبعا بيكون خليه معاك وفاكره جدا، عشان طبعا الفلوس بتاعتك هتروح لو انت نسيت البريد الالكتروني. بس يا زينة شوية، طبعا هتكون لازم تحفظ البريد الالكتروني عشان الموقع يفضل متسجل عندك، لو انت فيه فلوس ولا حاجة تفضل فاكره عشان تقدر تاخد الفلوس ديت. بعد ما تكتب البريد الالكتروني كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور وتعلم هنا صح كده وتسجل وخلاص كده معلم، تمام. بعد كده هيحولك هنا، هو هيكون كاتب لك البريد الالكتروني او اسم المستخدم والباسورد كمان، هتدوس تذكرني وهتدوس تسجيل دخول، هتلاقي بالمنظر دوت. طبعا هنا هيكون عندك صفر، ماشي. هنا بيقول لك المشاهدتين دول يكلفوك في $1000.80. طبعا انت لو المشاهدات اللي انت هتحصل عليها، واقول لك برضو ازاي تجيب مشاهدات بطريقة جميلة جدا، وانت هتقتنع بالكلام اللي انا بقوله عشان انت هتلاقيه صح، بس واحدة واحدة. المهم لو المشاهدات اللي جات لك هتجيلك من دول خليجية او دول تانية غير مصر، انا عشان من مصر فالمشاهدتين قليلين، لكن طبعا انا كنت شغال على دول خليجية ودول من مصر يعني انا هوريك دلوقتي الطريقة، ما تستعجلش. المهم ماشي، ده عشان مشاهدتين. انا دلوقتي قولي 36 دول. طبعا الالف بيكون نعربها كده اهو، الالف بيكون $1.80. طيب تمام، ازاي اعمل ده؟ انت بتدوس هنا انشاء رابط، هندوس كده هنخش على موقع. الموقع ده يا جدعان، الموقع ده يا جماعة موقع جميل جدا عشان تجيب منه كلمات مفتاحية بالذكاء الاصطناعي، طبعا انا بشرحه بعد كده بس دلوقتي خلينا في شرحنا. هندوس كده نسخ وهندوس هنا لصق زي ما انت شايف، هتدوس له هنا الكلمة ديت بيطلع لك كده دوت، دوس نسخ. وبعد كده بتنشره في اي مكان، تقدر تنشره على التويتر او الفيسبوك او ايا كان. ازاي بقى يا معلم؟ وليكن مثلا المسلسلات الجديدة او الافلام الجديدة، في مواقع هبقى اشرحها لكم بعد كده بتاخد بيها، تقدر تخش عند عليها وتعمل صورة وتعمل الاسم اللي انت عايزه وتحط الرابط في الصورة زي المواقع التانية. وتقدر كمان تخش على موقع الافلام والمسلسلات زي اكوام والحاجات الكتير ديت، وتكتب مثلا لو فيلم جديد مسلسل جديد. يعني انا كنت شغال في رمضان على المسلسلات بتاعت رمضان، مسلسل جعفر العمدة الحلقة كذا، كنت بخش على الموقع واجيب الموقع واجيب الصفحة بتاعت المسلسل الحلقة حقيقي، واقوم الناس عامل رابط مختصر ليها واقوم منزله على تويتر وعلى فيسبوك والكلام دوت والجروبات. بتبدأ الناس بتخش طبعا عشان تتفرج على الحلقة، فبيبدأ يجي لي انا فلوس. ده اللي انا كنت بعمله، دي الطريقة. طبعا انت بيجي لك من كل الدول، كان بتتفرج على مسلسلات رمضان كل الدول بتتفرج على المطوشة، تقدر تجيب الروابط بتاعة المطوشة، كل الدول بتتفرج على مستنية الأفلام الجديدة، تقدر تعمل كل ده. كل ده تقدر تجيب بيه فلوس بطريقة سهلة جدا عن طريق اختصار الرابط وتنسخ وتنشر بس. تعال نشوف بقى الفلوس دي هتجيلنا ازاي. هندوس هنا على إعدادات حساب تعريفي، هتكتب هنا اسمك واسم أبوك، العنوان، الولاية، مدينة، العنوان البريدي، الدولة اللي انت عايش فيها، رقم التليفون. دي حاجات سهلة جدا ومتاحة لكل الناس. ايه طرق السحب؟ بايبال، بيتكوين، باير، ايرم، كل ده كده ابتداء من $5.
طبعا 5 دولار، انت لو اشتغلت يوم او اتنين هتعمل اكتر من 10 دولار. يعني انت لو اشتغلت بجد اللي انت تنشر الحاجات ديت اللي انا بقولك عليها، المطوشة كل الناس بتستنيها المطوشة، واجانب، وممكن تكتب بالانجليزي، العنوان بيبقى بالانجليزي، وتنشر في اماكن انجليزية، هيخش الناس الاجانب، هتلاقي الالف ممكن ب8 دولار ب9 دولار، ممكن 20 ألف 30 ألف يخشوا لك بس على رابط لما تنشره على كل الجروبات، فاهمني؟ هتلاقي انت بتكسب حلو قوي. طبعا هتقوم داخل هنا، هتكتب الوسيلة اللي انت عايز تاخد بيها الفلوس، وتكتب هنا البريد الالكتروني بتاعها، وتبدأ تدوس حفظ. لما يوصلوا ل5 دولار هنا كده، طبعا انت بتدوس ديت، لما بيوصلوا ل5 دولار بتبدأ تدوس هنا ينسحب. لو الكلمة الخضراء دي جات لك حمراء زي كده، هقول لك بقى ايه اللي بيحصل. لو جات لك صفراء، هو هنا بيبدأ لما بتدوس له اسحب بيبدأ يراجع الفلوس حقيقي، بيراجع الحساب بتاعك، بيراجع الكلام دوت، لقى العنوان صح وكل حاجة صح بيبدأ يبعت لك الفلوس، مش عنوان البيت اللي انت قاعد فيه، هو عنوان الفلوس هيجيلك ازاي، وسيلة الدفع. لو لقيتها سرقة بيبقى تمت الموافقة على الدفعة وهي في انتظار ارسالها. خضرة يبقى اكتملت وتم ارسال الدفعة بنجاح. حمرة زي كده يبقى تم الغاء. لما بيتم الالغاء بقى، ولا بيلاقي البريد الالكتروني غلط زي ما انا عامل هنا كده، هنا انا كتبت له باي بال، انا كنت بسحب باي بال زي ما انت شايف، قمت كاتب له ده، فانا بحسب اللي هو ده بيتكتب. لما انا بقول لك كنت بتعلم، انا بوريك حاجة انا كنت بعملها وكنت بتعلم فيها، فلما لقوها كده والبتاع غلط قاموا راجعين مرجعين لي الفلوس تاني. كان الفلوس كام؟ كانت 31 دولار. كنت انا اشتغلت تاني، وطبعا الروابط كانت شغالة على طول عشان كانت مسلسلات، فبيبدأ يرجع لي يقول لي ده ملغي، ورجع لي 31 دولار تاني، بقى معايا 32 دولار. قمت ساحب، سحبت منه 32 دولار، قلت اجرب، قمت كاتب بقى البريد الالكتروني بتاع حساب باي بال، قام زرقت وبعد كده اخضرت زي ما انت شايف كده. دي الخطوات اللي بتحصل. لما بتخضر بتبقى الفلوس وصلت لباي بال او باير ايا كان اللي انت بعت عليه فلوسك. دي الطريقة اللي انا خدت بيها 80 دولار. طبعا الرابط التسجيل هتلاقيه في الوصف تحت. اتمنى يكون الموقع عجبكم، والموقع ده صادق صادق 100%، اسف، الموقع ده صادق 100%، وانا سحبت منه والله اقسم بالله 80 دولار. انا هرجع اشتغل على الموقع، لان انا بقالي فترة ما اشتغلتش على الموقع، كنت مشغول بقناتي على اليوتيوب والكلام دوت، قلت هتكسب احسن، بس ما لقيتش الموضوع ده، الموضوع ده صعب جدا، والناس اللي مفكرة ان القنوات شغالة كده لازم تجيلك مشاهدات، مشاهدات كتير. طبعا انا على مشاهدات قناتي فانا مش عامل اي حاجة، يبقى اشتغل على المواقع زي ده هاخد فلوس اكتر وفي وقت اقل كمان. يلا خش اشترك، يلا وسجل عشان تكسب زي ما انا هعمل. شكرا ليك.